إذا ما رجع بدي أقتلك. رح يرجع، أنا بعرفه. لما صرخ عايدة نطيت بدون ما حس. لو بتعرف قديش كلفتني هاللحظة. بعرف، لدرجة أني حسيت رح تطلي بكل دقيقة. عيشتنا على أعصابي. صدقيني أختي أنت الربحاني. هلأ كمان صار بيضرب مليون حساب قبل ما يتجرأ ويفكر يهينك. هيدا إذا رجع. رح يرجع. أنت ما بدك إياه يرجع، ما هيك؟ أنا بدي إياك تكوني مبسوطة. بتعتقد ما رح أكون مبسوطة معه؟ رأيي بغير شيء؟ لا، لكن غير الحديث. بس أنت أكيدة إنه رح يرجع؟ وعايدي قبل إجري. ما كان متوقع منك تاخذي هالموقف. الصدمة نسيته حبه الوهم إلي. أنا ما عاد بالنسبة له إلا حاجز بينك وبينه. قولك رح يحبنا بيوم من الأيام؟ هذا سؤال ما فيه جاوبك عليه. أنت قلبك شو حاسك؟ حاسة إني مصدومة. ليه؟ كنت مفكرته بحبني أكتر من هيك. بس وليه؟ بلش شعري ماي، زلي على حديد. هيك فعل هيك ولي. الو، ايه مرحبا نشوى، كيفك؟ سبا جهاد المفروض بالشركة. ظهر سيلر مسكر. لكن نجوى، انت لو منك صديقتي ما كنت اهتميت، يمكن تعتبري تدخل بشؤونك. بس جهاد امبارح كان مع وحدة وهلأ مع وحدة، وعشية رح يكون مع وحدة غير اثنين اللي كان معهم قبل. بقى حبيت قلك وان شاء الله ما يكون فيك الأوان هيدا اذا ما كنت تأخرت. يور ويلكم. شو بدك فيه عم تتدخلي بأموره؟ بنات العالم مش لعبة، مش هخليه يضحك عليها. بونجور. بونجور. في حدا عند فؤاد؟ مين حضرتك؟ مدامته. تشرفنا. لا ما في حدا عنده. خواجة فؤاد مدامتك هون، تفضلي. مرسي. شو هالمفاجأة هاي؟ المفاجأة الكبيرة إلي. وين أمال؟ نقلتها على مكتب المحاسبة. وحضرتها السكرتيرة الجديدة؟ مزبوط. ليه نقلتوا أمال مش هي؟ جهاد فضل أمال لأنه عنده خبرة أكثر. والسكرتيرة الجديدة ما عندها خبرة؟ مش قد أمال. غريب، مع أنه عمرها مش صغير لتكون مبتدئة. شو هيدا؟ تحقيق؟ جاي اسألك إذا عملت ليحة بالأشخاص يلي بدك تعزمهم. ما عم بسترجي وزع الكروتي، خايف لبنتك تكون صممت على رأيها. هيدي كلها حركات ولدني. نسيت إنه يوم عرسنا ما كنا نحكي مع بعضنا؟ عم تحكيني من 30 سنة؟ اسأليني امبارح شو حكيت بقلك نسيت. على كل حال لا تشغلي بالك بالكروتي، بعطيهم لزاهر يوزعهم. وأختك وداد؟ شو بقى اختي ولاد؟ معقول ما تعزمها على عرس بنت خيا؟ وليش مش معقوله؟ الي 25 سنه ما شفتها. اكيد ما رح تشوفها من بعد يلي عملته فيها. شو بدك هلا؟ جاي لعندي على الشغل تحكيني بمشاكل العائله؟ صحيح، مش لازم نخلط العمل بالمسائل العائليه، ما هيك؟
او ما بصير عرس. ليلى انت ما تتدخلي، وداد اخته يصطفل هو وياها. انا رح اصطفل عنا انا وياه. بتعرفي مش ضروري نقول له، منفاجئه بحضوره ساعتها بيرضخ للامر الواقع، حتى رح يكون مبسوط. عدة مرات ناس جربوا يضربوا الصلحة بيناتهم، بيك ولا مرة مانع، عمتك هي اللي كانت تمانع. بيك بحبها ومقهور بينه وبين نفسه. بالنهاية وداد أخته الوحيدة وهو خيها الوحيد، ما إلهم إلا بعض. بس بدك هي تقبل تجي. رح تجي، رح أطلع أقضي عندها يومين وجيبها. إن شاء الله تقدري تقنعيها، ما هي وياه أعند من بعض. هو اللي غلطان، هو اللي لازم يعتذر منها ويطلب منها السماح وما يخلي الناس تتدخل بينه وبينه. كبرياءهم قاتلهم بهالعيلة. بيك ما بيقبل يعتذر من حدا على مشنقته، وعمتك مجروحة منه كتير، مش ممكن تقبل تسامحه بسهولة. معها حق. تعرفي ماما، التسامح سيف ذو حدين، أوقات ببين عن أخلاق عالية وأوقات بصير ضعف وذل. رح اطلع غير ثيابي وضب اغراضي. ليلى انا عايزك ضروري. صرت رجال. العضلات ما بتعمل رجال، العقل بيعمل رجال. وانا صار عندي اثنين بعكسك انت. ما تكون واثق كثير، انا بعدني ليلى بس بعضلات اضعف شوي. وانا بعدني جهاد بس بتفكير اكبر بكثير. اسمح لي شك، انك انت ثبتت لي العكس. وانا رح ثبت لك، بس من هلا لوقتها اعملي كل جهدك ما تتدخلي بشؤوني، ولا ما بتكوني راضية. بدنا نروق. ايه مدام، نبعد عن كل شيء بزعلنا، لانه توتر الاعصاب ممكن يؤدي لانهيار عصبي. هي حبوب مهدئه، تاخذها لفتره قصيره بتوقفها. ما بدي اياها تتعود على الدواء. إذا عزتوني ضامي عندكم، ما بفتكر رح تعزوني. يا رب. شيك مدام؟ مرسي دكتور. بعتذر حبيبي، بعتذر. سامحيني ما كنت عارف انه بتصل، ما سألي لهون. كمان وين؟ ما بعرف، ما شفته من وقتها. صدق ما كان لازم يعرف بهالطريقة. مش مهم حبيبي، مش مهم. ردة فعله بتكون هي ذاتها. بكره بيروح، طولي بالك، بكره بيروح. هيدا ابني انا بعرف، بعرفه انا مربيته. تصور كان عمره 10 سنين، هي اللي بده يشحط الخدمة بالليل لانه ما قبلت تمشي على ايديها واجريها تركب على ظهرها. وقتها وقف برا تحت الشدة بالليل، تحت شحطها بالليل، عمل بروش كميت. يروح يروح. استاذ حبيب، كيف بتسمح لنفسك تتصرف بقفيش انا مصممته بدون ما تراجعني؟ روقي روقي، بسيطة ما بدها هلاد. غيرنا الفونت اللي انت استعملتيه تتصير المعلومات اوضح. لا سبب اضطرينا نصغر الديزاين شوي. ولا شو المنتج عم يدفع زيادة؟ طيطلع قفيش تقليدي؟ المنتج دافع زيادة حق الفكرة. من رد له اللي دفعوا زيادة؟ لا، بنعمل القفيش مثل ما مصمم. بدنا نرجع نطبع 2000 قفيش، بكلفنا قد ما دفع المنتج عمرتين. خسار مصاري أحسن ما تخسر زبون وموظفة. طيب أعطيني المطبعة. سامي؟ أعطيني يا سامي. يا عمي بدي أعرف، أنا المدير مش أنت. ألو سامي، رجع اطبع الأفيش مثل ما صممته مدموزيل ليلى. إيه إيه، رجع اطبعه عن جديد. مبسوطة؟ لا
روقي، اتصلت فيك على المكتب ما كنتي، في مشروع جديد. اتصل فيي وكيل برودويدو بوتيه، بده دعاية كبيرة والميزانية مفتوحة. عال الفكرة جاهزة، وجه البشع منفرجيه بدون مكياج، نرجع منفرجيه بمكياج ومنشوف الفرق. شو هالتواضع؟ هيك رح تكون الدعاية. مع السلامة. عيدة 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 تحية. البنت اللي راسها كبير، مع انه اختي ليلى راسها كتير كبير. منشان هيك قررت اتجوزك لإلك. انا إلي كرامتي. انت خطيبتي، واذا شي مره انفعلت عليك بكون عاملني كرامتك. مرق السيارة. ما بدي مرق حدا. اذا هلا واصغر شي عم يجرحك، شو خليتي لبعدين؟ ما رح يكون في بعدين. هيدا بليز بليز ساعديني، مش ناقصني مشاكل معك، أنا بحاجة لإلك وبهالظرف بالذات، ما تتركيني بليز. طيب مرق السيارة. اللي بفتكرها قديسي للحقيقة؟ هالكلمة مش كتير كبيرة علي. عيشتني بالكذب طول عمري. عيشتك بالهدوء ورحت البال. تنزل الدنيا على راسي فرد مرة. امك انسانة ومن حقها تعيش حياتها. انا حياتها؟ مرة بعمرها مفروض ولادها يكونوا حياتها. انت اناني، امك ترملت كان عمرها 25 سنة. مفروض تبقى على ذكرى بي وتحافظ على شرفه. بيي اللي لما من الفقر وعمل منا ست محترمة. شو هالحكي هيدا كمال؟ ما تحكي هيك عن أمك. هيدي الحقيقة، بيي كان نطور عند بيي. تجوزته بنت 16 سنة وكان أكبر منا بعشرين سنة ورملها بنت 25. أمك ما عشت حياتها. أكيد أكيد عم تخبر أمك. هيدي الحقيقة. الحقيقة أنه أمي عندها عشيق. روق كمال، عمو صافي قصده شريف وبده يتجوزها. مستحيل مستحيل ارضى. بنكرها، بنكر انها امي، بعتبر حالي يتيم البي والام. كمال مستحيل اقبل، مستحيل. مش مصدق اني بتعمل هيك. مش مصدق، مش مصدق. مرت خليل الخليل تتجوز علي، مستحيل. كمال عم تحكي كأنه بيك بعده عايش وأمك عم بتخونه. ما هي ذاتها. ما كنت عرفتك تقليدة لهالدرجة. هيدا ساعديني، ساعديني. أنا عم بمرق بأصعب ظروف بحياتي. هيدا بتحبيني؟ لدرجة انك مستعدة تتحملي تصرفاتي؟ لدرجة انه مستعدة اتحمل جنونك؟ نعم. بيي وين؟ طيب خلي الاستاذ صبري يتفضل. مرحبا خويي جهاد. يا هلا بالاستاذ صبري، تفضل. والله عمر، اخر مرة كان تعاملي فيها مع بيك وما كان متسهل معي ابدا، اضطريت اتعامل مع شركات تانية. هذا قبل ما تروح حديث الاسعار، على كل حال هلا صار تعاملك معي وبفتكر انه رح نتفق. اذا كان تعاملنا بنفس الشروط اللي تعاملت فيها مع ادوار انا موافق سلف. بس لازم يضل هالاتفاق سر بيناتنا نحن الثلاثة، لا
لأنه في اتفاقية توحيد الأسعار بتربطني، وفي وعد بالتعامل مع شركة وحدة كمان بيربطني، يعني فتح الشغلة لا بيناسبك ولا بيناسبني ولا بيناسب أدوار. 1% أقل من سعر السوق. 0.5%. بس خواجة أدوار قال أدوار مشروعه $20 مليون. أوكي، أي متى بنمضي الكونترا؟ كونترا؟ ليه ما قال لك أدوار إنه ما في كونترا؟ كيف يعني؟ ما أنا نشتغل على البركة؟ عم بعطيك هدية $0.5 مليون بتقلي بدي كونترا؟ ما بدي أعطي واصل للمتعهد بالمصاريف؟ واصل بكفي، بسلمك بتدفع لي وبعطيك وصل بسعر السوق، وعتعيبك الشرعية بتاخدها من المتعهد وفوق $0.5 مليون وبيكون ممنونك كمان. صبري غانم بشخصه. كيف خواجة فؤاد؟ نورت الشركة بوجود الخواجة جهاد. أنا بستأذن، بتطلع علي بعد الظهر على الورشة؟ إذا الله رد. مع السلامة. غريب، شو اللي رجع صبري غانم لعنا؟ آخر مرة ما كنا على وفاق معه. بيكون بطل على وفاق مع الشركة اللي كان يتعامل معه. وطبعا قلت له إنه ما فينا نتعامل معه. أكيد أكيد. صافي اتصل؟ إيه اتصل، ما في يجي اليوم. كرمالي يا بعض، كرمالي كرمالي. لا كرمالي لا، وحياتك وحياتك، ما عندي قبلية، ما بدي بقى. ما بدك تروح الشغل؟ ما أنا عم بشتغل، شو عم بعمل؟ ها؟ يسلم لي هالضحكة، شو حلوة. بس ما ابشعي كنتو عم تبكي. قليلة انتو النسوان بتحبوا الجمال والبكي سوا، شي بيدوخ. شو يا ست يا محترمة، عم تستقبل رجال؟ قولوا جاي فستانة من باري. فظيعة شو لبنانية. بعد ما سمعت أسخف من هيك. ألو، أهلا صافي. أسمى تركي كل شيء وروح لعند سلام. هلا سلام شو بها؟ غابت عن الوعي وفقدت أعصابها. أنا اتخنقت مع كمال وفليت. هي بتبقى بتخبري، بترجاكي ما تتركيها. رايحة هلأ. أسمى انتبهي لها. ولو بدي توصاي. باي. شو بها تنصلا؟ تعبيني شوي، انا رايحه لعندك. جاي معك، في زوم اجي معكم؟ لا انت طلعي لعند عمتك. مش معقول. يا تقبريني، فوتي فوتي فوتي. خوفينك عم تقبريني. يا تقبريني، الحمد لله. انت دقيقة تغسل الماسك. خليه اذا بعد ما خلص وقته. وليك بوستك بتستاهل شعر زيادة على الوجه. يلا جاي. والله عليك وجهك بعده مثل وجهنا. ليش بحب هالبيت يا عمتي؟ بيوقف الزمن عندي كأنه بعدنا صغار. انت وهالبيت وهالغنية
لك بعد ما صرت مهغنية كعمتي. يا عمري اشتقتلك اشتقتلك. طبريني صلى لك يا محليكي يا محليكي انت وصغيري. كنت تجي بالفرس بعطلة الصيف. هلأ شغلك عمتي وجماعتي رح صير دكتورة. بعد ما صرتي؟ قريبا ناطرة خبر من لندن. يا طبريني قولي لي يا حبيبتي انت كيفك؟ منيحة. هيدي الاسوارة لبستها بايدي ومن وقتها ما عاد شلحتها. انت بهيلة هيدي من ايام ستك. شوفي عايدة شو حبتها. عايدة كيفة وجهاد قالوا لي رجع من السفر واخيرا جاب الشهادة. وامي كان دايما تتصل فيي قبل ما يتعطل خطي وبعده معطل. جربت اتصل فيك كتير. إلهم شهرين بيوعدوني بدهم يجوا يصلحوا وبعدهم بيجوا. عمتي صار في سيلولارات بالدنيا. كبرنا على التكنولوجيا. و بيك كل المنطقة بعدهم عم يجوا يهنوني بتعيينه رئيس الحزب محل الشيخ كريم. قولي نحن عنا ما عجت كتير. بي لغي الاستقبالات لأنه حالة الشيخ كريم بتعرفي كيفه؟ الشيخ كريم؟ لا بيك بعده مثل ما هو مع كم تجعيدة بوجهه. لكن إياكم أنتم بهالعائلة ما بتخطيروا. شو النفع إذا ما فينا نستفيد من شبابنا؟ قولي من جهته هو عم يستفيد كتير منيح. أمك كيفة؟ معجوقة بعرس عايدة. إيه بدها تتجوز ابن سلام رضا الله. امبارح بعدنا عم شيلكم على إيدي. دنيا قومي حبيبتي حطي غراضك بالأوضة وأنا رح أقوم أعمل لقمة والليلة السهرة لعب بكرة. اسمحي لي ما هنيكي على هالتربية. مام ليه عم تحكي هيك؟ كمال خايف على أمه. صافي طمعان بمصريات سلام؟ لا بس كمال ما بيعرفوا العمو صافي. أنا أكيدة إنه إذا تعرف عليه رح يحبه ويغير موقفه. ما في زوم يتعرف عليه. خلص أنا رح أتركه لصافي. ظروفنا كتير صعبة ما رح نقدر نتخطيها. سلام علاقتك مع صافي مش بنت يوم ويومين. في عشرة عمر. مش هينة عليك تتركيه. مش هينة علي كمان أترك ابني. خلص كمال ما رح يتقبل فكرة. أنا عارفة عارفة من الأول. فكري يا سلام فكري منيح قبل ما تاخدي هيك قرار. حرام عليك تتركيه من شانك ومن شانه. بكرة أولاد عايدة وكمال بيملوا علي حياتي. بدي أكتر من هيك؟ بدك كتير أكتر من هيك. ضيعتي من عمرك كفاية لحديت هلأ. صار لازم تفكري بحالك شوي وتعيشي حياتك. وابنك بدبر حاله. اسمع أنت عم تحكي هيك. يمكن جيب سامر يقضي معي كم يوم. ليه؟ ما عم بتشوف هي كل جمعة. هو حابب وأنا كنت وعدته. فإذا جيبي شي ويك أند تكون أنا مشغول فيه. لحقته بدي جيبه. خلي قضي شي جمعة جمعتين. آه إيه وساعتها أنا وين بشوفيك؟ بالمدرسة؟ ما نحن هيك ما بنشوف بعض أكثر من يوم بالجمعة. وبلكي طلع عبالي شوفيك كل يوم. هيدي بعد ما صارت إلا بس نكون مسافرين. جنان حبيبتي قلت لك 100 مرة ما بدي تلبكات على راسي. أنت بتعرفي كتير منيح إنه أنا لما أكون مضايق ما في غيرك بيريح لي أعصابي وأعصابي ما رح يرتاحوا في ولد بالبيت. كلهم جمعتين وأنت رح تكون مشغول بعرس بنتك وبالتهالي. أكيد ما رح تقدر تجي. وحياتي حياتي هلا قطلت الصيف بمص تجيبه على البيت بحس حاله من رفقاته مع أهله. طيب جيبي هالجمعتين وخلصيني من هالموضوع. قبل ما اشتغلت عندك كنت موفية معي أكتر. بعد ما قبضتي $500 وقتين فكرة يكون معيشك؟ سكرتيرات اللي إلون 10 سنين بالشركة بيقبضوا قدك. طبعا أنا ماني متكلة على المعاش بس الفستان بدي ألبسه عرس بنتك حقه $1000 ولا مش مفكر تعزمني؟ حبيبتي في دعوة لكل الموظفين معلقة عبي بالمدخل ما شفتيها؟
ايه خبريني عن شو؟ عن يلي مضايقك. انت ما بتجي لهون الا اذا كنت متضايقه. جاي نازلك تقضي يومين عنا تتحضري عرس عيدة. بس انا ما فيي انزل معك، ما فيي اترك البيت والارض، وخصوصي هلا موسم الوز. ليه منك مضمن الموسم؟ مبلا مضمنته، بس بدي طعم الشغيله. عمتي هودي كلهم حجج. بالمناسبات السعيده الانسان بعيد النظر بخلافاته ومشاكله مع اهله، وزواج عيدة هلا مناسبه تتصالحي مع بيي، الا اذا بتعتبري انه زواج عيدة مش مناسبه سعيده. انت بتعرفي انه عيدة حبيبه قلبي وبعز علي ما احضر عرسها، بس ما فيي انزل بسبب بيي. بيك الله يسامحه، بس انا ما فيي سامحه. عمتي انا بعرف انه بيي تصرف معك بانانيه، وكان بوقتها بده يجبرك تتجوزي هيدا اللي كان وزير، بس يا عمتي هيدا منه سبب كافي تيخلف حقد بين خي واخته. فعلا منه سبب كافي. ليه؟ لا لا مش مهم مش مهم. هلا ما تغير الحديث، خبرينا، انا بحب اسمع اخبارك انت. ايه انا مغرومه. وكيف خليت عايده تسبقك مازال هيك؟ ما هون المشكله، خايفه. مش عم يفهم لك عقليتك؟ ما هيدا اللي مخوفني. كنت مفكره انه ما رح لاقي رجال يفهم لي عقليتي وخصوصي يتقبلن، وشايله فكره الزواج من راسي. هو لقيت الرجال يلي برجع لك فكره الزواج لراسك؟ صدمني. كنت مفكره انه انا اذكى من اني لاقي رجال يفهمني. شوقتيني اتعرف على هالرجال المميز. بس قرر اتجوز وبعرفك عليه. اذا بتحبيه تجوزي؟ بفتكر بحبه. بالحب ما في بفتكر، يا منحب يا ما منحب. اذا بتحبيه تجوزي، الحب الحقيقي بيجي مره واحده بهالحياة، مره واحده. يا بيحتل قلوبنا للابد، يا بيروح وبيترك فراغ للابد. بونجورين. لوين واصلة؟ مطرح منك واصل، ما بدي عزمك. أنا واصل على المكلس. يا ويلي صدف شو حلوة، أنا كمان طالع على المنصورية. لا عن جد، إذا مش رايحة على المنصورية وصلنا على أقرب مطرح. بيكون في تليفون، تلفن البابي يجي ياخذني. ولو؟ ما معك سلولار؟ كسرته قد ما كنت منرفزة. ولا يهمك، أنا واصل على المنصورية ووصلك معي على طريقي. يا حبيبتي كيفك سمر؟ أنا ما رح أقدر أجي هلأ، مأخر شوي. لا لا بدي أقطع سيارة على الجراج، بدي أغير بوجيه وبلاتين عم تقطش. حبيبتي ما بيك تروحي تسهري عشية؟ طيب بدك يعني تقطعنا السيارة؟ خلص أنا ساعتين وبوصل على الشركة. يلا باي باي. شو ست سلام؟ شو بدنا نتغدى اليوم؟ شو طلع عبالك؟ بلا لنهلة تحضر لك. لا لا لا، تعي نميز حالنا شوي. شو رأيك نوصي على سوشي؟ إذا بدك منوصي. ليه أنت ما بديك؟ أنا مش جعانة وما بفتكر رح جوع. إذا أنت ما أكلتي أنا ما رح أكل. بليز أسمى ما تربط حالك فيي. ما رح أكل. طيب اوكي عظيم، رح روح على البيت اخذ دوش غير ثيابي جيب سوشي وارجع. ناوي ترجع تنامي هون الليله؟ ليش لا، شو عندي؟ لا انا صرت منيحه، ارجعي شوفي اولادك وبيتك. ما تخافي على جوزي بالزيت، بكون هلا اخذ مجده. لامتى بدك تضلك هيك اسمع؟ عندي خيار تاني. وجهيه جبريه نقي بينك وبينها. اللي هي وقفت عمارة وحدة يا سلام،
من أول سنة بزواجنا كنت عارفة إنه فؤاد عم بخوني، بس كنت دايما كذب حالي حتى أقدر استمر معه. كان ولادك صغار كنتي مجبورة، بس هلأ كبروا صاروا مستقلين. وبخرب بيتي؟ إنه بضلك عايشة كل حياتك تعيسة هيك؟ ما رح يقبل يطلقني، أنا واجهته الاجتماعية. مش عزوقه؟ بلا عزوقه يا أم، لأنه ما في بإيدي شيء. حتى لو قبل يطلقني أنا أكيد إنه ما رح يعطيني ولا فرنك، والقانون مش حميني. كيف بدي أعيش؟ تعرف إنك مهضوم؟ ما تخيلت في شيء كان ممكن يضحكني بهاللحظة بالذات. برافو عليكي، عندك دقة الملاحظة. رنا. بردون؟ اسمي رنا. جميل. اسمك جميل؟ اسمك جميل، أنا اسمي بسام. بسام؟ مش معقول، ما بصدق. بكي شيء؟ صاحبي اسمه بسام. تخنقت أنا وياه، قام نزلني من السيارة قد منه بلا أخلاق، وفل. العمى بقلبه شو بلا أخلاق؟ دعانا الاسم فيه. سمحتيني؟ عشو؟ علي اسمه بسام. لو ما كنت مثله ما كانوا سموك بسام. لا، رح اضطر خزق تذكرتي كرمال برر لك الموضوع. مش كل البسامات مثل بعض. كلكم خاينين. بليز عم تجرحيني، انا الاخلاص اهم مبدأ بحياتي. ايه بتكون شواز عن القعدة. اللي بيخون مرته او حبيبته مثل كأنه خين بلده. انا معجب باخلاصك، يعني هي لسه حبك فيك. يا ريت عندي، بعدني مخلص مع وقف التنفيذ. هون هون هون؟ هيدا بيتي؟ شو؟ ايه؟ تنزل تشرب فنجان قهوة؟ ما علي، بتسائق مرة تانية. توعدني؟ اكيد بوعدك. هيدا رقم تليفوني، تبقى اتصل فيي. اكيد. شو بشوفك بكرة؟ وليه مش الليلة؟ معزومة على بارتي عند صاحبتي وما بدي اروح لوحدي. ليكي صراحة أنا ليلى ما فيي مشغول. مشغول؟ في بنت اسمها سمر بدي أظهر معها. بيت المنفى. المنفى اختياري. ليه ما تجوزت عندي؟ نصيب. ما حبيتي بحياتك؟ انا اللي حبيت. وليه ما تجوزته؟ ما كان على مستوانا الاجتماعي. انت بتحكي هذا الحكي يا عمتي؟ بيك بيحكي وبيفكر هيك. بيي منعك تتجوز الانسان اللي كنت تحبيه؟ بليز عم تقولي لي شو صار بينك وبين بيي؟ هو اللي منعك تتجوزيه؟ هيدي قصة قديمة، ما تشغلي راسك فيها. أنا كل عمري أقول إنه في قصة غير الوزير مخبيين عنا أنت وأمي وبيي. هلا خبريني على وسيم. شو بدي خبرك عنه كعمتي؟ ما خبرتك. كان يعلمني بالجامعة وحسه مهتم فيي كتير، فكرت بس لأني شاطرة. بعدين صار يتقرب مني أكتر ويساعدني كتير بأطروحة الدكتوراه، وهيك بلشت الأشياء. بس المشكلة إنه ما بيعطيني وقت تعاشر وبده جواب هلأ. عشرتي كمال 5 سنين ويحو هلأ عم يتجوز أختك. لو تجوزته لكمال من دون ما عاشره كنا هلأ مطلقين. بس أنت ما عدت صغيرة وصار فيك تفكري أحسن من قبل. أنا بدي رجال يحترمني ويقدرني ويفهم طموحي ويعتبرني مساوية لقله بالحقوق والواجبات. عم بطلب كتير؟ لا. رح نعوز بعد 2 طن حديد، فيكن تأمنونا اياهم خلال يومين؟ اذا بدك اليوم بقدر أمن لك اياهم. هلا بينزل المهندس وبشوف قديش بده على قد. دقايق عطول مستعجلة. شو عندك؟ بنتي مايا
جهاد حداد شريكنا باحتكار السوق. شرفنا. شو ما كان عندي بضل اهم من اني اعمل لك شوفيرة. عجبك؟ يوم سبت اعطينا الشوفير فرصة يطلع الضيعة يشوف عيلته، وانا ما في سوق من وجع ظهري. ربحتني جميل. انت قلت لي تعي خديني على الساعة 12، صارت 12 وربع. ما تحمل هم، اذا بتحب انا بوصلك بطريقي. المهم تعذب الست مايا. دقيقة، حشوف المهندس اذا ما بده ياني فل مع مايا، والا بضطر عزبك. هيدا اخر محل كنت بستنظر شوف فيه حرية من حريات الجن. ميرسي. انا كيف ما بعرفك مع انك من المنطقة؟ يمكن مش منتبه لي. لا مستحيل ما اكون منتبه لك. ويمكن لانه صار لي 7 سنين بلندن وجيتنا 3 ايام. هيك صارت معقولة. والمعقول اكتر صير اعرفك اذا بتشيلي هالعوينات وبشوف وجهك شوي. مايا روحي، انا مطول شوي. لا ما بعرفك. ترقصي؟ شو قصتك؟ هلكت ما بعدنا قاعدين. المهم ما تقولي بدك تاكلي، بتحططيني مع ناشط. هاتوا المحل كثير غالي. وانت شو عرفك؟ شفتي جهاد خيال ليلى؟ وين ايوه؟ هو قاعد على البار مع وحده سمراء، لابسه فستان اخضر وسكربينه سوداء، عيونها بني وعليها سحبه اجرين. شو دقيق الملاحظه؟ شفتي شو حبيبتي؟ انا بجي بسهرك بمحلات مطرح ما بيسهروا الهوت سوسيتي. انت مش عاجبني الليله لانه اهتمامك فيي زايد عن اللزوم. انا كنت تعبان، لو ما اتصلت فيي كنت رح نام، بس لما اتصلت قلت يا رندا النوم بيتأجر، بس الدهرة مع جهاد ما بتتأجر. بصير بدها تمد. أحلى شي فيكي إنك ما بتسألي أسئلة بلا طعم. مش هيدا أسلوب التعامل معك؟ هيك أنت الربحانة. وين سرحت؟ اللي مثلي ما بيسرحوا بيمرحوا. قومي تاني. ما عنا بيوت وشاليات نعملها عندك. يي شو معقد هالبارتي؟ اعمل اللي بدك اياه ولما نتقرب تبقى اتصل فيي. ايه هيك بيحكوا مع الزلمه؟ هيدا بحياتك ما راح تشوفيه بقى. عير ساتك، هيدا اذا راح تلحق تعيرها. ما قلت لك ما راح تلحق. يس يس اوكي خلاص بطلت زعلانه، سمعتها؟ شو هالجيل هيدا؟ يا الله من زمان كان الرجال بس يحكي كلمة بترعد الأرض تحت إجريه. بابي عم بيحكي عفوقة. جهاد حداد عاجبني كتير، هيدا شاب مستقبل ومهم، أهم من مستقبل هالتوتو اللي عم تحكي معه. لا ما تقطو،
لا مش عم بحكي معك. ما فكرت بحياتي رح شوف حرية من حريات الجن. شو هالغزل الأولد فاشن باك. يا أهلا. خي أنا هالموسم جبت كل تيابي من باريس وارتحت. ولا أنا وسيت زلفة على كم قطعة من إيطاليا. سلام، هيدا الكيك شغلك أما جيبتي خالص. كيف بدها تعمل الجاتو هي وبالفرشة يا سناء؟ يا سوري شيري، نسيت أنك ديبريمي. أنا ما بجيب خالص أبداً، الشيف عندي بيعملوا كتير طيب. دوقتكن إيه؟ إيه كتير طيب. سونيا على فوقة، هيدا الفستان السوالي جريز اللي كنت لبستيه عند أسما بس كنا عندها هديك المرة، قدلتي اللي حاطة حقه؟ 4000 دولار. إيه دماج، أنا شفته هو زيته ب2400 دولار. شو جيبها الصرصارة هلأ هلك؟ نفس المارك. شو عم بتوشوا شو يا ملعين؟ قولوا دايما انتو اثنين في اسرار بيناتكم. اسمع مدري شو كان بدي اقول لك ونسيت. صار لازم تشوفي حكيم كسناء، هالنسيان صاير عندك مرض. سلام مالادي دو سياكل شيري. عفوقة هلا تذكرت، شفت فؤاد عم يتغدى بريستوران بالحمرة. اه مع بنت خاله ما هيك؟ ما بعرفها لبنت خاله. لا ماما. أعصابك قوية؟ مركز تفكيرك؟ تحضر لمفاجأة، رايح معي على البيت. ما بقى فيي أحملك، رح تصير طولة. اضطريني رايح دب أغراضي. جاية معك. لا بعرف دبهم لوحدي. بمبدأ الكشافة أنت إنسانة محترمة. كل عرس وله قرص. ما تقولي هيك، هيدي غنوشة العائلة، وإذا رح يكون في قرص بعرسها ما رح كون أنا. هيدا رأيك أنت مش رأي عائلة. ليلى ما بقى تعذبيني على الفاضي، ما بديك تفلي في سوسي براسك، ما فيكي أنزل. ليه يا عمتي ليه؟ شو عملك بي تحقدي عليها هالقد؟ أنت ما بتحقدي بدون سبب وجيه. هيدي قصة بيني وبين بيك، ما تتدخلي أنت فيها. ما نحن داخلين. هيدا بدها تتجوز وانت ما رح تكوني بعرسها. يمكن بكره انا اتجوز وما تكوني بعرسي. بكل المناسبات السعيده بحياتنا كنا محرومين من وجودك بيناتنا ومن حقنا نعرف السبب. معرفتكم ما رح تغير شيء. يعني ما رح تنزلي؟ ما فيي. انغريت بحالي، فكرتك بتحبيني لدرجه. ايه هيدا شو اسمه ابتزاز؟ وتصرفك بسموه انانيه. كنت مفكره انه حبك لنا اكبر من حقتك لبي. طلعنا نحن تنويين بحياتك. ما بدك تشاركي عايدة فرحها لأنه بي عارض أنك تتجوز الرجال اللي كنت تحبيه، مع أنه كان فيك تتجوزيه رغم معارضته. بيك ما عارض، بيك منعني اتجوزه، بيك استغل نفوذه تيبعدنا عن بعض. بيك أكل لي حقي من ورثة جدك. بيك بكل بساطة هدم لي حياتي. هي أكل لك حقك. شرك لإلي كل ما هي لإله. كيف صارت لإله؟ طلب مني أعمل له توكيل بحصتي تيقدر يتصرف بحرية بالشغل. أنا كنت صغيرة ما بعرف بهالخبار، ولما عرفت إنه بحب كميل الأسمر كتب حصتي باسمه. عارشو؟ حتى ما تروح لغيري، لغير عائلة. أعطيني هالبيت والأرض اللي حواليه بالمؤقت. عم يعطيكي مصاري من حصتك؟ أنا عمري ما طلبت منه شيء من بعد ما طردني من بيته. هي طردك من البيت؟ عمل المستحيل تيبعدني عن كميل. حاربه بالشركة وبرات الشركة. كميل الأسمر كان موظف بالشركة؟ وبيك لفق له تهمة اختلاس وهدده بالحبس
إذا ما بيترك البلد. أنا زربني بالأوضة مع الحراس وبس ياس كميل الأسمر هاجر على أفريقيا وما عاد شفته. بعد 5 سنين إجاني رشيد الدالي، كان بوقتها وزير، طلب إيدي وبس عرضته ما قبلته طردني بيك من البيت. ولو ما هالبيت كان باسمي كان زتني بيك بالشارع. معقول بي هيك يتصرف؟ وامي؟ امي ما عملت شي تمنعه؟ امك يا حسر عليا شفينا تعبي، كانت تيجي لعندي بالمخفى وتجيب لي اياكم انتو وصغار تشوفكم. وانت عمتي انت ما قدرت تعملي شي؟ انا اذا ما قدرت اقرر مصيري بنفسي على القليلة قدرت اتمرد على المصير يلي قرر لي اياه بيك. قديشك قاسي يا بي. كميل الاسمر ما تعرفت عنه شي؟ كميل الاسمر بي خبرني انه تجوز بعد فترة صغيرة من سفره، وسمعت انه اللي تجوزها سودة. بعدين عرفت انه اجي صبي، بعدين ما عاد سمعت شي عنه. معقول من وقت ما عاد رجع على البلد؟ بيك قدم في دعوة اختلاس وسرقة وتيتأكد انه ما رح يرجع على البلد، وحكموه غيابيا. وصل له الخبر اذا رجع على البلد رح يكمشوه على المطار. ما بصدق انه بيي ممكن يعمل هالاشياء. صرت تعرف ليش ما بدي انزل. بيي ما بيتسامح على اللي عمله، ورغم هيك لازم تنزلي انت. بهالطريقه عم تخليه يستمر باذيته. هو عايش حياته الطبيعيه وانت اللي عم تدفع الثمن. عايشه هون من فيك كانك منبوذه. عمتي نحن بحاجه لك بيناتنا، شاركينا افراحنا واحزاننا. اذا كان بيي سبب مهم انك ما تنزلي، فامي واختي وانا 3 اسباب مهمين انك تنزلي، وانت اختاري. عمتي هيدا اول فرح ببيتنا يلي هو بيتك غصبا عن بيي، وغيابك رح يخليه فرح ناقص. تسألي معي ما لك رامي عندك كرمال غنوشة العائلة. أسمر يا أسمراني مين قدك عليا؟ لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. أسمر يا أسمراني مين قدك عليا؟ لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه؟ بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه؟ وتطول غيابك ليه؟ قولي ليه ناسي ليه يا أسمر؟ الجرح اللي في قلبي اتداويه
هداوي والدمع اللي في عيني انت داري هداري انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يا